خلونا نبدا بسؤال بسيط وسهل جدا، ويا ريت كل الناس هنا تشارك في الاجابه عليه. اوكي، مين هنا شايف ان البترول والفحم مصادر طاقه مضره للبيئه؟ سؤال بسيط، اللي موافق يرفع ايده. ناس تشارك. تمام، واضح ان معظم الناس هنا طبعا شايفه ان هي حاجه مضره للبيئه. طيب مين شايف ان الطاقه الشمسيه بديل انظف وانقى من البترول والفحم؟ تمام، واضح ان معظم الناس هنا طبعا بتؤيد الطاقه الشمسيه، طاقه انظف انقى ومتجدده، مش زي البترول والفحم الوحشين اللي بيلوثوا البيئه، اللي بيسببوا الامراض، اللي بيرفعوا درجه حراره الكوكب، وهو ده كله هيخلص في يوم من الايام. مظبوط، هي دي المعلومات العلميه المثبته الموثوق فيها اللي احنا كلنا عارفينها من رابعه ابتدائي، ما عندناش اي استعداد ان احنا نغير وجهه نظرنا عنها. صح، بس عمرك فكرت هل المعلومه دي فعلا صح ولا زيها زي خدع كتير منتشره على السوشيال ميديا حاليا؟ انا عن نفسي شايفها خدعه. انا احمد فتحي مهندس بترول، واخر 6 سنين في حياتي كانوا بيدوروا حوالين حاجه واحده وحاجه واحده بس، صناعه البترول والغاز الطبيعي. وجاي النهارده علشان اثبت لكم ان مصطلح الطاقه النظيفه ما هي الا خدعه. خدعه بتحاول تسوقها شركات الطاقه الشمسيه كبراند اتاك على شركات البترول والفحم. كل ده علشان تجذب انتباهكم وتجرحكم في الوقود الاحفوري باعتباره مصدر طاقه مضر للبيئه او مصدر طاقه غير متجدد. وبالتالي تقدر تسوق لمنتجاتها اكتر وتحصل على ماركت شير اكبر، تقدر تنافس في شركات البترول والفحم. والدليل اني اتحدى اي حد منهم يقدر يسمي مركب كيميائي واحد مضر بتنتجه شركات البترول والفحم ما بتنتجوش شركات الطاقه الشمسيه. بالعكس، صناعه الواحد الطاقه الشمسيه بتنتج مخلفات صناعيه اخطر بتعادل خطورتها النفايات الذريه، زي الهيدروكسيليك اسيد وماده الدي اتش ام او، المصنفين من اخطر النفايات الصناعيه في العالم. ومش بس كده، الخدعه الثانيه او بالاصح الحقيقه الثانيه اللي بيحاولوا يسوقوها للناس هي ان الصناعات المعتمده على الوقود الاحفوري بتمثل النسبه الاكبر من انبعاثات غاز السي او 2 او غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بتساهم بالنسبه الاكبر في ارتفاع درجه حراره الكوكب. وبالتالي يا فندم لازم تشتري الواح الطاقه الشمسيه اللي شركتنا بتصنعها علشان نحافظ على جمال ونظافه كوكب الارض. احب ابشركم ان الطاقه الشمسيه مش هي الحل، وده لان كميه غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بتنتج من صناعه لوح طاقه شمسيه واحد بتعادل نفس الكميه اللي بتنتجها اي عربيه ماشيه في الشارع دلوقتي ولمده 26 شهر. وبالمناسبه ده مش كلام، ده كلام اخر دراسه اتنشرت من مركز اي تي ال ريسيرش سنتر العالمي المتخصص في الدراسات البيئيه، واللي نشر دراسه في ابريل 2019 بيثبت فيها ان الطاقه الشمسيه مش طاقه نظيفه زي ما بيحاولوا يسوقوا للناس. كل ده بيثبت ان الوقود الاحفوري زي البترول والفحم مش حاجه وحشه زي ما بيحاولوا يقنعوا الناس، مش حاجه وحشه تستحق ان احنا نحاربها، مش حاجه وحشه تستحق ان احنا نوقفها. ايه ده؟ هي المعلومه اللي احنا عارفينها من رابعه ابتدائي طلعت غلط بجد؟ طلعت خدعه؟ ولا يمكن الشخص اللي واقف على الستيج ده عايز يخدعكم؟ عايز يشكككم في معلومه انتوا عارفينها وواثقين فيها كويس جدا بقالكم سنين. انا لو مكانكم هشك في الشخص اللي واقف على الستيج، وهركز مع كل كلمه بيقولها وكل دليل بيقدمه لحد ما الدوك ينتهي. عمرك فكرت ليه الموتيفيشنال توكس والموتيفيشنال فيديوز عليها الاقبال الكبير ده من الناس مع انها مجرد كلام تحفيزي عام ملوش اي اساس علمي مثبت؟ عمرك حسيت انك اترفضت في انترفيو لمجرد ان ما كانش عندك الجاذبيه والحضور الكافيين علشان تقنع الانترفيورز بيك؟ عمرك فكرت ليه شخص زي جوردن بيلفورد اللي مثل دوره ليوناردو دي كابريو في فيلم ذا وولف اوف وول ستريت قدر يخدع الناس دي كلها ويسرق فلوسهم قبل ما يتم سجنه بسبب تهم النصب والاحتيال؟ وفوق ده كله اتعمل له فيلم بيحكي قصه حياته، وحاليا بيتم التعامل معاه انه ظاهره اقتصاديه فاسده، مش شخص مجرم، مش نصاب، مع انه اذى ناس كتير، لانه حاليا بيتم التعامل معاه ان هو السوبر هيرو، شخص يستحق ان احنا نتطلع ليه، شخص يستحق ان احنا نتعلم منه. كل ده في عامل مشترك واحد، الكاريزما.
الكاريزما اللي كان بيتمتع بيها الشخص او بيستقطبها في المواقف دي كانت هي السبب الرئيسي في نجاحه او فشله. وبالمناسبه هي السبب الرئيسي اني قدرت اقنعكم بفكرتي، او على الاقل اشكككم في معلومه انتوا عارفينها وواثقين منها كويس جدا. كل ده علشان استخدمت بعض التقنيات البسيطه جدا اسمها السي ال تي او الكاريزماتيك ليدرشيب تاكتكس اللي اقترحها العالم جون انتونيكس في التيدكس توك بتاعه ليتس فيس ات كاريزما ماتكس. كل اللي عملته اني استخدمت التقنيات بتاعته علشان احاول اقنعكم بفكرتي باستخدام شويه ادله مزيفه زي مثلا الهيدروكسيليك اسيد وماده الدي اتش ام او المصنفين من اخطر النفايات الصناعيه في العالم، هم مجرد اسماء كيميائيه ثانيه للميه مش نفايات ذريه ولا حاجه. ومركز اي تي ال ريسيرش سنتر العالمي المتخصص في الدراسات البيئيه هو مجرد اختصار من اربع كلمات I am totally lying، بس حبيت استخدمه عشان احسسكم انا فاهم انا بقول ايه. وبغض النظر فكرتي كانت صح او غلط، ده ما يبررش اني استخدمت ادله مزيفه علشان اقنعكم بفكرتي او على الاقل اشكككم في فكره انتوا عارفينها واثقين منها كويس. كل ده باستخدام الكاريزما. الكاريزما هي الهاله المحيطه بالاشخاص اللي عندهم صفات او قدرات بتخلينا نشوفهم كسوبر هيروز مش اشخاص عاديين. الكاريزما هي النفوذ اللي بيمكن السوبر هيروز دول ان هم يوجهوا الناس في اتجاه القيم والاهداف اللي هم مؤمنين بيها. اشخاص مثلا زي ستيف جوبز، مارتن لوثر كينج، وينستون تشرشل، كل دول كانوا التجسيد الحقيقي للكاريزماتيك سوبر هيروز على وجه الارض. كانوا بيستخدموا عنصر الكاريزما في خطاباتهم علشان يسيبوا اثر ايجابي في حياه الناس. لكن زي ما في كاريزماتيك سوبر هيروز في كاريزماتيك فيلنز زي ادولف هتلر اللي قدر يستخدم عنصر الكاريزما في خطاباته انه يهيج العالم كله انه يخشوا في حرب عالميه لا طائل منها. والراجل فعلا قدر يعمل كده، والراجل بيتدرس لحد دلوقتي انه راجل اذى الناس، خدعهم، موت ناس كتير، لان حاليا بيتم التعامل معاه انه شخصيه فذه نستحق ان احنا نتعلم منها. مدى قوه التاثير اللي الكاريزما بتتسبب فيه خلتني ابدا رحله بحث عن حقيقه مفهوم الكاريزما ومدى تاثيرها في الاشخاص اللي بيتعرضوا ليها. بعد فتره من التجارب الشخصيه اللي انا مريت بيها بنفسي وقرايه الابحاث والدراسات عن الكاريزماتيك ليدرشيب بالتحديد، وصلت لدراسه اتعملت في 2015 لعالم الماني اسمه يوكان مينكس. موضوع الدراسه كان عن مدى قدره الاشخاص على التعبير عن مشاعرهم وانفعالاتهم لما بيتعرضوا لتوك او خطاب من شخص كاريزماتيك. الدراسه عبرت عن تاثير الكاريزما على الاودينس بمصطلح سموه الاوستراك افكت. مش عايزين يعني نحسس ان الاوستراك افكت كلمه صعبه، هي الاوستراك افكت يعني تاثير الذهول او تاثير الانبهار. الاوستراك افكت هو ان الاشخاص اللي بيتعرضوا للكاريزما بيوصلوا لمستوى مرتفع جدا من الانبهار الغير مبرر لدرجة ان هم بيكبتوا مشاعرهم وانفعالاتهم جواه في محاولة منهم انهم ما يلفتوش انتباه الكاريزماتيك ليدر اللي وصلهم للحالة دي. ممكن ندي مثال بسيط يوضح قوي الظاهرة دي من الاطفال. واحنا صغيرين لما كنا بنشوف اي حد كبير بيعمل حاجة مذهلة او مبهرة بالنسبة لنا كنا بنبص له نفس بصة الراجل اللي في الصورة ده، مسؤولين ومبهورين باللي بيحصل بس في نفس الوقت عايزين ناخد جنب، مش عايزين نعمل صوت، مش عايزين نعمل حركة، مش عايزين نعمل اي رد فعل يلفت انتباه الراجل العظيم ده لينا وبالتالي يوقف الحدث المبهر اللي بيعمله. ممكن حد دلوقتي منكم يقوم فجأة كده يقول لك وليه اصلا نهتم بقدرة الاودينس من عدمها على التعبير عن مشاعرهم؟ ليه الموضوع ده اصلا مهم عشان نيجي نتكلم عليه النهارده؟ الحقيقة ان علماء النفس اثبتوا في اكتر من دراسة بحثية ان محاولة كبت او اخفاء المشاعر والانفعالات زي اللي بيحصل في حالة الاوستراك افكت بيؤدي لتدهور القدرات العقلية للاشخاص اللي بيكونوا في الحالة دي. وده بيؤدي لحاجتين مهمين جدا. اول حاجه ضعف القدره على حفظ وتذكر المعلومات. تاني حاجه ضعف القدره على اتخاذ قرارات منطقيه وسليمه. وده معناه ان احنا لما بنكون في حاله الاوستراك افكت او لما نكون مبهورين ومذهولين جدا مش بس قدرتنا على حفظ وتذكر المعلومات بتضعف ولكن كمان قدرتنا على اتخاذ قرارات منطقيه وسليمه بناء على المعلومات دي بتضعف كمان. بمعنى ابسط ان احنا لما بنكون في حاله الاوستراك افكت الكريتيكال ثينكينج عندنا بيحصل له شوت داون، بيقفل،
علشان مخك مشغول بمعالجة المشاعر والانفعالات اللي انت كابتها جواك، وبالتالي ما عندوش المساحة ولا القدرة انه يعالج المعلومات اللي بتوصل لك في نفس الوقت اللي المشاعر والانفعالات دي قاعدة بتتراكم فيها جواك. وده اكيد هيخليكم تسألوا سؤال اخلاقي شوية او سؤال ايثيكال شوية، هل كده الكاريزماتيك ليدر او الكاريزماتيك سبيكر اللي واقف على الستيج ده شخص مذنب انه بيستخدم الكاريزما بتاعته؟ الحقيقة الإجابة ممكن تكون آه ممكن تكون لا، بناء على نية سبيكر من استخدامه للكاريزما بتاعته. في أغلب الحالات السبيكر أو الليدر اللي بيعتمد على الكاريزما عشان يقنع جمهوره بأفكاره وآرائه وتوصل له رسالة خادعة. الرسالة الخادعة دي بتكون بسبب رد الفعل الإيجابي اللي بيشوفه منهم بعد انتهاء التوك. المشكلة إن رد الفعل الإيجابي زي التسقيف وأنت سبيكر زي الفل وتمام التمام، المشكلة إن كل الانفعالات دي بتكون بسبب رد الفعل اللي مبني على حالة الأول ستراك إفكت اللي هما كانوا فيها وقت التوك، مش على اساس الاقتناع بالمنطق وبالدليل. بالمناسبه في ناس كتيره جدا هتلاقيها قاعده دلوقتي في نفس التاثير ده من اول ما الايفنت بدا لحد دلوقتي. لكن في حالات ثانيه السبيكر او الليدر بيكون مدرك للتاثير ده جدا، وبيبدا يستخدم التاثير ده علشان يقنع الجمهور بافكاره او بقرارات واجراءات يوهمهم في البدايه انها في صالحه، لكنها في الحقيقه ما بتخدمش الا مصلحته الشخصيه او هوسه الشخصي. وده ممكن نشوفه بوضوح جدا في خطابات ادولف هتلر للشعب الالماني. اعتماده المكثف على عنصر الكاريزما في خطاباته خلت الشعب الالماني موهوم، موهومين ان حربهم على العالم مش بس ضروريه بل ومنطقيه، مع ان الحرب دي بالمنطق ما سببتش الا الخراب والدمار والموت مش بس للشعوب الثانيه ولكن لالمانيا نفسها كمان. المشكله بتبدا تتفاقم لما الاعتماد على الكاريزما يكون مكثف جدا باعتبارها وسيله ناجحه جدا لاقناع الجمهور، وده بيخلي السبيكر يدمن التصرف ده باعتباره يا اما وسيله ناجحه جدا من وسائل السعاده والرضا عن النفس علشان انا قطعت الجمهور بتاعي، او وسيله من وسائل خداع الناس وتحقيق الاهداف الشخصيه، وده بيعتمد على نيه السبيكر من استخدام الكاريزما بتاعته طبعا. وبالتالي ايا كانت النيه بتاعت السبيكر فهو دايما هيحتاج لكاريزماتيك توك تاني وتالت ورابع علشان يوصل لنفس الحاله المزاجيه اللي وصلها من اول كاريزماتيك توك. وبالمناسبة ده نفس النمط اللي بنشوفه في التصرفات الإدمانية تانية زي المخدرات، الشرف، أو حتى الإكستريم سبورتس، كلها لها نفس النمط الإدماني. وده بيوصلنا لحاجة أنا بسميها The Charisma Closed Circle. الكاريزما Closed Circle دي دايماً بتبدأ بكاريزماتيك توك. الكاريزماتيك توك ده بيخلي الأودينس مبهورين ومذهولين لدرجة إن هم بيكبتوا مشاعرهم وإنفعالاتهم جواه اللي هي حالة الأول ستراك إفكت. كبت المشاعر والانفعالات ده يؤدي لتدهور قدرتنا على التفكير والتحليل المنطقي. تدهور قدرتنا على التفكير والتحليل المنطقي بتخلينا نمجد في السبيكر ونتفاعل معاه بشكل ايجابي بغض النظر عن صحة او خطأ المحتوى اللي قدمه في التوك بتاعه. رد الفعل الايجابي بتاعنا ده بيخلي السبيكر يدمن الكاريزماتيك توكس باعتبارها وسيلة ناجحة جدا من وسائل السعادة والرضا عن النفس. وبالتالي دايما هيحتاج لكاريزماتيك توك تاني وتالت ورابع علشان يقدر يوصل لنفس الحاله النفسيه اللي وصلها من اول كاريزماتيك توك. وبكده يبقى عندنا كلوز سيركل دايما بتبدا بكاريزماتيك توك وبتنتهي برضو بكاريزماتيك توك. جوه الكلوز سيركل دي هتلاقي ان الاودينس والسبيكر هما الاثنين محبوسين جواها مش الاودينس بس، وده لان السبيكر بقى مدمن على الكاريزما الشخصيه بتاعته، بقى دايما عايز منها اكتر، بقى دايما عايز يشعر بالشعور بالسعاده والرضا عن النفس اللي بينتج من الكاريزما. طبعا عشان انا عندي احساس ان الناس هنا بدات تقلق من الكاريزما وتقلق من اي حد واقف على الستيج، ده طبعا مش معناه ان السيشنز والتوكس والمحاضرات اللي بنحضرها في الجامعه لازم تكون ممله صرف علشان نقدر نحفظها ونستوعبها، بالعكس تماما. البرزنتيشن سكيلز او مهارات العرض والالقاء زي مهاره تسلسل الافكار، مهاره ضبط سرعه الكلام، او حتى مهاره استخدام لغه مناسبه مع الاودينس، كلها ادوات ومهارات مهمه جدا لاي سبيكر علشان يقدر يجذب انتباه الاودينس، ياثر فيهم بشكل ايجابي ويخليهم متفاعلين معاه. لكن ده كله لا يبرر الاعتماد المكثف والوحيد على الكاريزما باعتبارها الوسيله الوحيده لاقناع الجمهور بالافكار والاراء. لو هنستنتج حاجه من التوك النهارده هتكون ان الكاريزما هي فعلا شيء يستحق ان احنا نتعامل معاه بمسؤوليه، سواء كنا كاريزماتيك ليدرز او فولورز للكاريزماتيك ليدرز دول. من جانب الكاريزماتيك ليدرز فلازم يكون اتباعنا او كجانب الكاريزماتيك ليدرز لازم نكون مدركين لقدرتنا على التاثير على القدرات الفكريه والعقليه للاودينس بتوعنا او الفولورز، ودا
وده لانه بالرغم من ان الفولورز اللي تحت تاثير الاوستراك افكت بيقدموا دعم قوي جدا للكاريزماتيك ليدر نفسه، الا انه من غير المرجح ان هم يفيدوا المجتمع ككل على المدى البعيد، وده لانه قدرتهم العقليه بيتم التاثير عليها بشكل مكثف ومكرر مع كل كاريزماتيك توك. في المقابل الفولورز، احنا كفولورز لازم يكون اختيارنا للقاده اللي بنتبعهم في حياتنا يكون على اساس الكفاءه والشفافيه، مش على اساس المشاعر والانفعالات الشخصيه. وده بس مش بيخلي من واجبنا ان احنا نراقب الليدرز دول بشكل دوري ومستمر علشان نتاكد من كفاءتهم وشفافيتهم، ولكن كمان نراقب نفسنا بشكل دوري ومستمر علشان نتاكد ان احنا مش بننحاز مع الليدرز دول او ضدهم بناء على مشاعر الحب والحقد اللي ممكن تتراكم اثناء فتره اتباعنا ليهم. طبعا الاثنين دول مجرد حلين للتعامل مع الكاريزما بشكل ايجابي، لكن كافي جدا، كافي جدا انك تطلع من التوك دي النهارده وانت مدرك لتاثير الكاريزما عليك وعندك استعداد للتعامل مع التاثير ده بمسؤوليه، سواء قابلته في برزنتيشن، في انترفيو، في كومبيتيشن، في خطاب سياسي، او حتى تيدكس توك زي اللي احنا متواجدين فيه النهارده. لان الهدف من التوك مش اننا نتجنب الكاريزما او نتحامل على الكاريزماتيك ليدرز، بالعكس تماما، الهدف ان يكون اتباعنا للكاريزماتيك ليدرز دول مبني على اساس الاقتناع بالمنطق والدليل. الهدف من التوك وان كل واحد فيكم يسال نفسه، هل انت صدقت اللي انت سمعته في التوك ده علشان انت حللته واقتنعت بيه، ولا صدقته لانك كنت تحت تاثير الكاريزما بتاعته؟ وفي المقابل لو انت ما صدقتش اللي انت سمعته، ودي حاجه وارده جدا، لو انت ما صدقتش اللي انت سمعته النهارده، هل انت ما صدقتوش لاني كسبيكر ما قدمتش ادله مقنعه كفايه، ولا ما صدقتنيش لاني ببساطه ما عنديش الكاريزما الكافيه اني ارضي اوهامك؟ وهو ده السؤال المهم، هو ده سؤالي ليكم النهارده. فكروا فيه كويس لان الاجابه ممكن فعلا تغير مجرى حياتك. شكرا.